بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أهلا بكم أبنائي الطلبة، طلاب الصف الثالث من مدرسة الأندلس الابتدائية الحبيبة، في مراجعة رسم الخوارزمية باستخدام برنامج السلحفاة. نراجع ما تعلمناه اليوم. إذا، ما هو الأشياء التي تعلمناها خلال هذا الأسبوع؟ تحدثنا عن كيفية عمل منزل باستخدام خوارزمية المنزل باستخدام برنامج تورتل أرت. أولا المصطلحات، لدينا مصطلحين: السلحفاة وتعني تورتل، ولدينا أيضا التدفق وتعني فلو، والقلم ويعني بن. الأهداف هي: نريد أن نقوم بعمل خوارزمية لرسم شكل منزل. كيف نقوم بذلك؟ قلنا أن يجب تغيير لون الخلفية، ثم سمك القلم، ثم إنشاء مربع لشكل المنزل، ثم نغير لون القلم ونظلل القلم، ثم نقوم بعمل مثلث السقف في المنزل، ثم نقوم بتلوين السقف. فمثلا لدينا أولا هنا نقوم بعمل شكل مربع، ثم تغيير اللون باستخدام لبنة التلوين، وبعد ذلك نقوم عن طريق ست شيد بتغيير ظل لون القلم لأي شيء نريده، ثم نقوم باستخدام التكرار وباستخدام المقدمة برسم خط وتكرار ولنرسم شكل مربع. بعد إرسال شكل مربع يمكننا أن يكون التكرار 3، وتتقدم السلحفاة 150 متر للأمام ولليمين 120. وبالتالي ماذا يحدث؟ نقوم برسم سقف المنزل، ثم نقوم بملئه باللون. بعد ذلك يمكننا وضع فورورد ورايت 155 ورايت 30 لكي نضمن أن المثلث على المربع بالضبط. وبهذا نكون قد أنهينا رسم المنزل كاملا ببرنامج تورتل أرت هذا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.